بهذه المناسبة العطرة ذكرى الإسراء والمعراج من حب مبارك للأمة الإسلامية والفلسطينية بشكل خاص. المجموعة الكشفية ونادي الهلال القدس بيقوم دائما بجميع المناسبات الدينية والوطنية وهو اللي بيشرف على هذا العرض. كان المفروض انه يكون العرض الكشفي في مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج اللي هو بيصادف يوم الاثنين، ولكن الاحتلال دائما الا يكون في عندنا مشكلة في هذا الموضوع وينكد علينا في قصص موضوع التصريح. بيصادف يوم الاثنين اللي هو 24 الشهر ذكرى الكارثة والبطولة عند الشعب اليهودي، فهذا اليوم برضه صادف انه يكون ذكرى الإسراء والمعراج وهم رفضوا انه يعطونا التصريح في هذا اليوم. احنا لازم نكون موجودين ولازم الناس تشوف انه في كشاف والمجموعات المقدسية موجودة. اصرينا انه احنا يكون في لنا عرض، عشان هيك احنا طلعنا يوم السبت اللي هو ذكرى الإسراء والمعراج وليس بنفس اليوم اللي هو ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج. قدمناها اللي هو يوم عشان احنا كمان الناس هي بتستنى الكشاف يكون موجود، واحنا ما بنقدر انه ما نطلعش ونعطي الاحتلال ذريعة انه هو يمنع المجموعات الكشفية انها تطلع والاستعراضات الكشفية. محافظة القدس فيها بتضم 25 مجموعة كشفية، منها داخل الجدار ومنها خارج الجدار. المجموعات المقدسية اللي هي داخل الجدار قدمت تصريح بهذه المناسبة، وللأسف الشديد أجاها رفض، ولا كان لازم يكون المفروض اليوم عندنا 20 مجموعة على الأقل مشاركة في هذا العرض. العرض ضل على المجموعات المقدسية اللي هي داخل الجدار، بالإضافة في مجموعات خارج الجدار ولكن هي معها هويات مقدسية قدرت تشارك. المجموعات اللي هي خارج الجدار وما معها هويات مقدسية رفضوا التصريح اللي هو لازم يكون قدموه قبل فترة وكان عندهم رفض، وهي كمان من أحد الأسباب اللي بتعيق العروض الكشفية اللي هي تكون في مدينة القدس كما كانت في عهدها السابق 20 و25 مجموعة مقدسية تشارك في القدس. الكشفية هي الأم للمجموعات المقدسية المسلمة، هي تأسست المجموعة الأولى بسنة 74 ومن ثم انطلقت المجموعات الكشفية. فهلال القدس بما إنها هي الأم للمجموعات المقدسية وهي اللي باشرت في تدريب المجموعات المقدسية، تحرص إنها هي تكون دائما في أبهى صورة ودائما في التجديد ودائما في عندها شغلات اللي هي تكون تختلف عن المجموعات الثانية. إن شاء الله بهذه المناسبة نتمنى إلى أسرانا البواسل اللي هم بخوضوا معركة الأمعاء الخاوية إن هذه الأمور كمان الأسرى العروض القادمة يكون وقد تحرروا من سجون الاحتلال.